كنتواجدوا بالمنطقه السيدي الصناعيه سيدي غانم اللي كتعرف اليوم الانطلاقه ديال التاهيل ديال هذه المنطقه الصناعيه، واللي في الحقيقه السيده الوزيره مشكوره مع السيد الوالي والسي سمير كودار اللي عطاو الانطلاقه اليوم لهذا المشروع الكبير اللي هو كيتعتبر مشروع مهم على اعتبار القيمه الماليه ديالو، التركيبه الماليه ديالو اللي كتجاوز 15 مليار و300 مليون سنتيم، واللي غادي تعرف تهيئ البنيه التحتيه وكذلك تقويه يعني شبكه التطهير واعاده الاناره العموميه، يعني اعاده التركيبه ديال الاناره العموميه. كذلك يعني هذا المشروع هذا جاء باش يرد الاعتبار لهذه المنطقه لانها تعتبر متنفس اقتصادي واجتماعي على لكونها كتحتضن واحد المجموعه ديال اليد العامله وكتعترف متنفس يعني واحد المجموعه ديال الخدمات الصناعيه والتجاريه والاقتصاديه في هذه المنطقه. فكان لابد اننا كمراكشيين نعطيو اولويه لهذه المنطقه هذه من اجل تاهيلها واعاده الاعتبار لها. فمشكورين على كل المجهودات اللي قاموا بها الاخوه والاخوات اللي شاركوا في هذا اليوم ديال التدشين. كذلك مشكوره السيده الرئيسه على مبادرتها وعلى يعني العمل اللي جابت انه واحد المجموعه ديال الشركاء اللي ساهموا في هذا المشروع هذا. كنتمناو انه 24 شهر تكون كافيه باش يتنجز هذا المشروع، يعني نهايه 2024 نكونوا سالينا ونكونوا نجيو كذلك نحتفلوا بنهايه الاشغال في هذا الموقع هذا. فشكرا لكم كذلك انتم رجال الاعلام اللي كتجيو كتنقلوا الخبر عن قرب وكتنوروا الراي العام بما يجري ويدور داخل مقاطعه النرا وداخل المجلس الجماعي لمراكش. حنا كنتمناو ان الخير القدام لهذه المنطقه هذه، كنتمناو اننا نزيدو نفتحوا السبل ديال الرقي ودك الشيء اللي قلنا للمواطنين في برامجنا وفي يعني الوعود ديالنا اننا نوفيو بها خلال هذه المده الانتدابيه ونكونوا عند حسن السكينه ونكونوا عند حسن جميع المواطنين ديال مدينه مراكش. هذا البرنامج اللي القيمه الماليه ديالو 153 مليون درهم اللي وقف عليه السيده الرئيسه شخصيا مع جميع المتدخلين، واحد هذه المنطقه اللي غادي تعرف واحد التاهيل كبير وواحد الدفعه كبيره من جميع النواحي، لا من بنيه تحتيه ولا من طرقات ولا من تجهيزات اوليه. هذه المنطقه اللي غادي يكون عندها واحد التسيير خاص ما بين المجلس الجماعي والفاعلين الاقتصاديين ديالها، وغتكون واحد الدفعه كبيره. وهنا غادي نقدروا نقولوا بانه الحي الصناعي سيدي غانم غادي ان شاء الله يتولد من جديد.